يعني قريب المسافه ما بين المحل وفين جلب راه قريب ماشي بزاف شي 300 متر. البارح كنت وصلوا بواحد الرساله كنفتحوها كنلقاو واحد الشيخ بالكاد كيقدر يتكلم مسكين كيتلعثم كيقول بانه دار اللقاح فاصيب بشلل جزئي. الجار ديالو قدم شهاده بخصوص هذا الموضوع تيقول بانه لقاه مليوح قدام المحل ديالو وانه كان كيعرفو بصحه جيده ومنين دار اللقاح اصيب بشلل جزئي، فقد الصوت، فقد جزء من حركته في اليد ديالو وبعض الاعضاء ديال الجسم ديالو. ملي تقولي البرا جيت واحد ربع ساعه وخرج وبدا الجنب ديالو كيموت عليه، عندك رجل وليد والصوت كتمشي، ما تلاش قد مازال يحل المحل، ما تلاش قد يدير، ما صاب ما يدير، وبقى مليوح قدام المحل. قال لك منين داوه السبيطار خلصوا داك الشيء اللي عنده، اللي عنده مسكين حطوا داك الراجل، خلص السكانير، خلص قال لك خلصنا الدواء، قال لك ما كاينش اللي عرفوا بشي حاجه. ما عنده لا رميد، ما عنده اللي يعطي، ما عنده الخو، ما عنده داك الشيء اللي عنده يعني خرجوا، فهمتيني؟ خلصنا سكالير، خلصنا التخطيطات ديال القلب، هذا الشيء كله شيء خلصناه، الدواء، فهمتيني؟ ما كاينش اللي يعرفوا بشي حاجه. ما كاينش اللي يعرفوا بشي حاجه، وكأن البشر ما عنده حتى شي. علاش التلقيح ماشي اجباري؟ راه التلقيح دارته الدوله ماشي اجباري باش ما تحملش هي المسؤوليه لو وقعت لك مضاعفات، تقول لك انا ما لزمتكش، انا خليتك اختياري، وانا نزيدك من الفوق، اسيدي واخا تكون الدوله خلات لك اختياري وقعت مضاعفات، واش هذا المواطن غيبقى هكاك غيمشي في الرجلين غير هكاك؟ لازم الدوله خصها تحمل المسؤوليه، الا ما تحملتش المسؤوليه كاع حيت ماشي اجباري ولو اختياري، غادي نرجعوا للفصل 88 من قانون العقود والالتزامات ونقول مسؤوله الدوله مدنيا، حيت هي اللي مسؤوله على حراسه، هي حارسه هذاك اللقاح، هي مشات شراته وجابته ووضعته في واحد الاماكن كتحتفظ بهم، وهي اللي دارت لك اسيدي هي لها التدبير باش ديروا لك ولا ما ديروا لكش، ولا تسحبوا من داك السوق ولا تشري ولا ما تشريش، ولا تشوف باش مصاوب واش فيه خطر على المواطن ولا ما فيش خطر على المواطن. هذه الدوله والحكومه لا تتحمل مسؤوليتها ولا تتكفل بالحالات القليله التي تحدث لها مضاعفات، فسواء اخذ الشخص اللقاح بشكل اجباري او اختياري، فاذا حدث له مضاعفات واصبح مشلولا يجب ان تتكفل به الدوله او تعوض ذوي من مات معيلهم او فرد من اسرتهم على الاقل. لكن للاسف الدوله لم تفكر اصلا في تحمل هذه المسؤوليه. هذا الشيء كل شيء خلصناه، الدواء، انت ما كاينش اللي يعرفوا شي حاجه. ما كاينش اللي يعرفوا شي حاجه، وكأن البشر ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي حاجه على هذه الدوله هذه ولا على هذه الحكومه ولا على هذه السلطات هذه. فصاب بشلل جزئي، مشى كيخلص الدواء من عنده وكيخلص كل شيء من عنده، اليوم اللي كيقوم بالعنايه به وكيتحمله هو ذاك الجار ديالو. غادي نرجعوا للفصل 88 من قانون العقود والالتزامات ونقولوا مسؤوله الدوله مدنيا، حيت هي اللي مسؤوله على حراسه، هي حارسه هذاك اللقاح، هي مشات شراته وجابته ووضعته في واحد الاماكن كتحتفظ بهم، وهي اللي دارت لك اسيدي هي لها التدبير باش ديروا لك ولا ما ديروا لكش، ولا تسحبوا من داك السوق ولا تشري ولا ما تشريش. العنصر البشري، لان اللقاح ديال فايزر كيتطلب واحد التقنيه خاصه في الاعداد ديالو، واحد 10 ديال اللي جاز تخصيم داروا، داكشي علاش كان دار فورماسيون دي فورماتور على هادشي، ولاو كيظهروا بعض البقع سوداء في القرائي ديال فايزر خاوي. الشركه اللي جابت هاد الشوكه وارد اسم ديالها في داك التقرير ديال البرلمان، ديك اللي هضرنا عليها انا وياك بحال اخرى. الشركه جي اس ام كومباني. غير لهذ النقطه مهمه سي عز، غير مسجله. غير مسجله، من ضمن الشركات اللي استفدوا من الصفقات دون ان يكونوا مسجلين لدى وزاره الصحه. ومشات جابت شوكه. هي اللي جابتها. وما عندها علاقه بالطب، ما عندها. جات وباعتها بثمن داكشي علاش كان هذا المشكل في لي فاكسان. في مجموعه ديال لي سونتر اللي استعملوا هذوك لي سرنج كان فيهم هذا. واخا عزيز عفاك هذه المعلومه بغيتك تعاودها للمغاربه باش نستشعروا خطوره هذا الامر، لان بعض كاين بعض الامور كتكون مهمه وكندوزوا عليها. شحال المغرب صرف على اللقاح لحد الساعه؟ 6 المليار و790 مليون درهم. 6 المليار و790 مليون درهم. درهم من المال العام. طبعا. وجاب هذه الشوكه هذه رخيصه. لان فاش كتعطي الشركات انها تجيب لك مواد، لان المواد الطبيه ولا لي ديسبوزيتيف ميديكو ماشي اي واحد يقدر يجيبو. دابا المغاربه ملي كيرفضوا اللقاح واش ماشي من حقهم؟ واش المغاربه ملي كيخافوا من اللقاح ما كيتسماش هذا التخوف في المشروع؟ في النهايه يقول لك الجواز اجباري وليس عليك ان تخاف من اللقاح، اننا لا نخاف من اللقاح بل نخاف من صفقات الوزير ومن الفساد ومن الإبر الراشية بجوج فرنك والأدوات وكفاءة القطاع الصحي بالمغرب المتدهور بشكل تام. الدولة أيضا لا تتحمل مسؤوليتها بخصوص من تحدث لهم مضاعفات وتتركهم يعانون وحدهم وكأنها غير معنية. علاش ما يعطيوناش الإحصائيات ديال الناس اللي يقولوا مضاعفات؟ علاش ما يقولولناش كاين مضاعفات؟ هالناس اللي تشلوا دابا أنا ما بقيتش تنطيق. انت خصنا باش تكون مصداقيه خص لازم هذه اللجنه تخرج للكلام، تخرج للعموم مع المواطنين باش المواطنين يعرفوا فين غاديين. بغيت نلقح عارف راسي فين غادي وشكون اللي مسؤول عليا لو وقعت لي شي حاجه، ولا ما بغيتش نلقح عارف راسي فين غادي وانا مسؤول على راسي. واخا تقاسي راه ما باقيش بالدم ما فات حيت سمعتي شيطانك خايف.